اول حاجه لعبنا مع فريق تصدر البطوله، فريق رجاء بيضاوي، فريق كبير عنده ترسانه كبيره من اللاعبين، فريق اللي عنده عده القاب. الحمد لله اليوم جرينا المقابله، رشوا المقابله كي كانت فريق يوسف رشيد خد مقابله جيده امام فريق رجاء البيضاوي. هذه المقابله هي اللي غتعطينا واحد الحافز ان شاء الله باش نكونوا في الروتور ان شاء الله، نكونوا في احسن حله ان شاء الله. خاص الظفر الجهود ديال جميع المكونات ديال النادي، وغتشوف فريق يوسف رشيد ان شاء الله في هذا الروتور ان شاء الله غيكون يضرب واحد الوجه المشرف. نقول انا لا خوف على فريق يوسف رشيد، عندنا تركيبه بشريه في مستوى، غادي نضافوا لنا بعض العناصر من فريق الامل ان شاء الله، وغيكون فريق يوسف رشيد في هذا الروتور هذا غتشوفوه في وجه اخر ان شاء الله. الحمد لله راه ملي كتلعب فريق الرجاء البيضاوي كتكون واحد لا موتيفاسيون، فريق كبير عنده قاعده جماهيريه كبيره. بهذه المناسبه كنهنيهم كنقول لهم فيليستاسيون، وكنتمنى لهم القادم الادوار ان شاء الله في البطوله باش ان شاء الله فريق الرجاء البيضاوي يفوز. جماهير برشيد خاصهم يساندوا الفريق ديالهم، خاص جميع المكونات تساند الفريق، كيف ما فريق الرجاء البيضاوي وراء جميع المكونات ديالو، خاص فريق يوسف برشيد تا هو يكون جميع المكونات ديالو ان شاء الله، ويكون الخير ان شاء الله في قادم الدورات.